يميز جنوك لأجل جرم جئته لكن أرادوا ذلة الأحرار. هو الدكتور بالنسبة لنا كان كل حاجة، كان هو عمود بيتنا. مهما برضو حصل أو مهما حصلت ظروف، احنا برضو ما زلنا مفتخرين بيه، وما زلت حاطة يعني بابا قدام عيني في كل حاجة. يا جنود الله صبرا، إن بعد العسر يسرا، لا تظنوا السجن قهرا، رب سجن قاد نصرا، فاستعدوا سوف يعلو، صوتكم الله أكبر، صوتكم الله أكبر. تم اعتقاله يوم 18/9 من حوالي شهرين الساعة 2 صباحا. احنا كنا جايين من القاهرة عادي، كنا بنكشف يعني عند دكتور معين. فوجئنا لقينا الساعة 2 صباحا البوابة بتتفسخ صوت فظيع جدا، من غير ما حد ولا حد ينبهنا ولا اي حاجة. المهم هو كان طبعا الدكتور كان نايم، فصحى لقاهم بيفسخوا البوابة، هو اللي فتح لهم الباب. طبعا ما فيش اي ارهابي بيفتح الباب يعني اللي جايين بدون اي مقاومه بدون اي عنف. فتح الباب واخدوه بمنتهى السهوله جدا. ما لقوش طبعا عندنا في البيت اي حاجه من اللي بيزعموا ان هي موجوده، سواء اسلحه سواء الكلام اللي كاتبينه في الجرايد، ده طبعا مش مظبوط، وده كله تلفيق وده تشويه لاستاذ جامعه. ما اخدوش غير 2 لابتوب و2 موبايل، طبعا ما لهمش اي حاجه، وهي دي يعتبر الدليل، دليل الادانه. انا مش عارفه ايه هو دليل الادانه في 2 لابتوب و2 موبايل، ما لهمش اي حاجه ادينه. ما فيش حاجه ادينه غير كلام ضابط المباحث اللي اخده، واللي ما لقاش عندنا اي حاجه. ومن يوميها طبعا هو راح على الاسم. هو اصلا بابا لما خدوه من البيت هو كان مصر ان هو ما يحصلش اي مشادات بيننا يعني وبين الامن، فهو ما لقوش اصلا عندنا اي حاجه تدين بابا، ما لقوش اي حاجه من اللي هم كاتبينها، ما لقوش اي كلام اللي هم كاتبينه في الجرايد. قياد خليه ما يعرفش عنها اي حاجه. جم خدوا بابا، ركب البوكس. انا اصلا لنفسي ان دكتور عين جليل زي ده يركب بوكس ديت اصلا حاجه انا اصلا مش حاببها خالص، او يعني ديت قمه الاهانه اصلا بالنسبه لي. انا لو هتكلم عن بابا قلت كتير من الصفات، مش هتبقى دي كل الصفات اللي بيتصف بيها بابا. بابا بيعامل الناس كلها باحترام، وكل الناس بتحبه، سواء غريب او واحد قريبنا. بيعامل الناس في الشارع كلهم باحترام. الناس في الشارع كلهم تأثروا باعتقاله، مفيش حد في الشارع رضى باللي حصل. دكتور صالح لما احب اعرفه، اولا هو قامة علمية كبيرة جدا، له أنشطة علمية كتير جدا، لا يقل عن 200 مشارك في 200 نشاط علمي، غير حوالي 400 بحث و20 بحث دولي ومحلي، يعني أعجز عن عدهم. له أنشطة كتير جدا جوه مصر وبره مصر. طبعا هو عضو هيئة التدريس، بيشارك في ألقى كثير من الندوات العلمية وكثير من المحاضرات، طلبة ماجستير دكتوراه، طب أسنان تمريض غيره. بيشارك في الأنشطة الجامعية كلها، شارك في كل أسابيع شباب الجامعات والأسابيع الأنشطة البقية في الجامعة، غير الرسائل العلمية اللي بيشرف عليها من ماجستير ودكتوراه. أخذ كثير جدا من المكافآت والجوائز العلمية العالمية بره مصر وجوه مصر. يعني فهو أنا بعده عالم من العلماء اللي أفادوا جامعة المنصورة. كان مسؤول علمي في قسم جراحة، ومسؤول إداري أيضا. كانوا بيلجأوا له في أي مشكلة، أي حالة صعبة كانوا دايما رئيس القسم يلجأ له، ودي حاجة ما ورئيس الجامعة كان بيلجأ له. الناس كلها متأثره باعتقاله، وبابا كان بيقضي، عشان كان بيقضي كل حاجات للناس. كان لما كل حد بيطلب حاجة من بابا كان هو بيقضيها. بالنسبة للحالة الصحية،
اولا هو بابا يعني هو كان عامل قبل كده عمليه في الركبه بتتطلب ان هو ما بيقفش كتير، ما بيقفش ساعات كتير، ما بيقعدش في اي وضع، ما بينامش في اي وضع، لازم يكون فارد رجله على طول، بيتعب يعني على طول من موضوع رجله ده. وطبعا بابا اصلا عنده كمان السكر يعني والضغط، وبيجيله كتير ازمات ربويه يعني. هو اصلا يعني الواحد اصلا لو بعيدا عن اي حاجه، هو ظروف الاسم نفسه ان الواحد بس يجرب ان هو يقعد في اوضه عباره عن 3 متر في 4 متر، هو ما فيش سرير ينام عليه، وهو اساسا تعبان يعني. حتى لو حد مش تعبان يعني، هو ازاي يقعد كده من غير شمس، من غير نور، من غير هواء، ظروف سيئه جدا، ده غير المعامله السيئه جدا، ده طبعا يعني حاجه سيئه جدا. والاتهامات موجودة وملفقة ان هو لا زعيم خلية ارهابية، وان هو بيقطع الطريق. انا مش عارفة ازاي استاذ جامعة يقطع الطريق بالرغم من واحد قام علمية وكل الابحاث العلمية دي، ومالوش سابق يعني اي حاجة انه قطع طريق او في الاعمال المشينة دي، ملوش اي سابقة بيها يعني. وفوجئنا بيه لقيناه محطوط زعيم خليه مكونه من حوالي مثلا 14، وبداوا يزودوا فيهم لغايه لما بقوا 25 دلوقتي. في حين ان هو اولا ما فيش تناسق بينه وبين الناس اللي معاه في اعضاء الخليه دي خالص من كل النواحي. اولا ما يعرفهمش خالص، ولا هم يعرفوه ولا هم يعرفهم. ثانيا ما فيش تناسق من ناحيه السن، فيهم تلامذه ثانوي، فيهم شيوخ، فيهم شباب، ما فيش تناسق من ناحية الوظيفة، فيهم تجار فاكهة وفيهم سواقين وفيهم مدرسين، ما فيش تناسق حتى من ناحية المكان. يعني احنا هنا من المنصورة، في ناس من كفر الشيخ، في ناس من كذا، ازاي يكون يعني؟ انا بستغرب والله على التهمة الملفقة دي. ما فيش تناسق بينه وبين الاعضاء دول خالص من اي ناحية من النواحي، حتى سلوكيا، حتى شخصيا، حتى اي حاجة. فانا معتبره ان التهمه الموجهه ليه دي تهمه عبثيه جدا 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 لا تليق بيه، واصلا ملفقه بطريقه غير يعني ليست محبوكه. يعني مش غريبه جدا على ناس ما يعرفوش بعض، جايبين ناس من الشرق ومن الغرب، ياخدوا ناس جديده من الجامعه بعد العام الدراسي الجديد، يطفيهم برضو على القضيه ما نعرفش ازاي. متهم بتمويل في حين ان هم ما ظبطوش عندنا في البيت اي فلوس، ولا اخدوا اي فلوس اصلا. ما عندهمش اي صوره ولا اي دليل ان الناس دي، ما فيش صوره تجمع الدكتور بواحد من الناس دي، ولا تجمعهم اصلا ببعض. ما فيش اي ادله غير كلام ظابط التحريات فقط، ومع ذلك بيتعرض على نيابه ويتجدد له 15 في 15 في 15 وخلاص، ما فيش اي حاجه لغايه دلوقتي. هو طبعا ما فيش اي عنايه من الاسم خالص يعني، هو كان في القسم ولسه مترحل للسجن. بالنسبه للسجن هم رافضين اساسا ان هم يدخلوا العلاج. بالنسبه لما هو كان في القسم كان ما فيش اي عنايه تماما، ما فيش اي يعني لا مبالاه، ما فيش اي حاجه. بالنسبه لده بيأثر على حياته، هو اكيد انسان مريض ما خدش العلاج بتاعه، او ان هو متأثر ما حصلتلوش الظروف المناسبه للي هو، اكيد بيتأثر، اكيد هيتأثر يعني. والمحامي قال لنا ان القضيه قانونيا فارغه جدا، لان طبعا ما فيش، زي ما انا قلت لحضرتك، ما فيش اي ادله، ما فيش حاجه خالص. القضيه طبعا سياسيه وامنيه بحته، لان طبعا اي شريف دلوقتي، او اي انسان، مش حكايه شريف، اي انسان بيعرف يفكر او بيفهم، فمالوش مكان، ملوش مكان، مكانه جوه دلوقتي. فطبعا هي القضية سياسية وأمنية فقط. وأنا بس اللي بتساءل عليه عنه، يعني أنا مش عارفة هي البلد دي هتقوم إزاي من غير كل عالم، أو من غير كل أستاذ، من غير الشباب. أنا مش عارفة البلد دي هتقوم إزاي من غير الشباب. هو بالنسبة للسياسيين اللي معاه كلهم طبعا عايشين حياة روحانية كبيرة جدا. بابا هو والدي ما كانش يعني حافظ القرآن كله، بيقول لي ان انا يعتبر، قال لي يعني كذا سوره يعني يعتبروا نص القران، قال لي هو احفظهم، بيقيم الليل كل يوم، قاعدين مع بعض كلهم، يعني قاعدين مع زي في معسكر كده مع بعض، معسكر ايماني مع بعض. وبالنسبه للجنائيين هم اصلا، بابا لما بيروح في اي مكان ديت قدام عيني بيجبر الناس حتى لو ما كانوش يعرفوه، بيجبروا اللي هم يحترموه ويوجهوه. وانا بحاول ازوره، وحاولت ادخل المأمور
وحاولت حتى وكان معايا العلاج طبعا، كان معايا حاجات كتير جدا والملابس والعلاج، وطبعا الامل قعد يتقلص لغايه ما وصل لدرجه العلاج، بس رفضوا ان هم ياخدوا العلاج حتى، لان هو الدكتور بيعاني من السكر ومضاعفاته، وعنده حاجات في ضغط الدم والقلب وازمات ربويه وحاجات زي كده. اجواء زياره في القسم، هو احنا المفروض زياره الرؤيه يوم واحد، ان احنا بنشوف بابا يعني يوم واحد، وهي مجرد عباره عن دقيقه يا دوبك، هو بيسلم علينا وبس. بس يعني ان احنا بنشوف بابا في اليوم دوت، ديت احسن حاجه في الاسبوع يعني، ده بيبقى احسن يوم في الاسبوع بالنسبه لنا. بنروح هناك، بيبقى فيه طوابير كبيره، طبعا الضباط بيتعمدوا ان هم يقعدوا يزعقوا ويقعدوا يعني يقعدوا يبينوا لنا ان هم بيعاملوهم وحش، ويقعدوا يزعقوا لهم، يقعدوا يزعقوا لهم نفسهم وهم بيزورونا، يقعدوا يزعقوا لنا نفسنا كل شويه، يقولوا انزلوا واطلعوا ومش عارفه، يقعدوا يقولوا لو انتوا ما سمعتوش الكلام مش هتشوفوهم، هو بيتعمدوا كده. بالنسبه للاجواء القسم عندهم جوه، هم نفسهم جوه عايشين حاله روحانيه عاليه جدا جدا. احنا يعني هما بابا بيقول لنا ان هما بيصوموا كل يوم وبيفطروا مع بعض وبيصلوا قيام الليل وبيصلوا الفجر، وهم معتبرين محتسبين ومعتبرين لكل اللي بيعملوه دوت لله. بس عملنا طبعا طعن مره، والدكتور نفسه اترفع عن نفسه وقال انا ازاي هقطع طريق، انا ما اعرفش الكلام ده، وازاي هعطل العمل في الجامعات. انا اصلا هو الدكتور يوم ما اخدوه كان عامل عمليه الصبح، عمليه كبيره الصبح، يعني طب يعني ازاي المرضى دول هم حرموا الطلبه منه وحرموا المرضى منه. وانا بعتبر ان حبس واحد زي الدكتور صالح العوضي ده اهانه للجامعه واهانه للعلماء، لان اللي بيحصل ده غير طبيعي اصلا في مصر، كل الشرفاء بيتاخدوا. فبالنسبه بقى للامن، هو الصراحه يعني اللي شفناه ان هم كانوا بيعاملونا احنا معامله سيئه في الزيارة مثلا وكده، يعني مثلا يزعقوا لنا طريقة سيئة جدا. بالنسبة بقى لبابا مع الأمن، مش يعني مش ملم أوي الموضوع، لكن هما برضو يعني في ناس منهم بابا أكبرهم إن هم يحترموه، لكن طبعا في حد في اللي هو يقعد أصلا في أوضة 3×4 متر، وبابا يعني قال لنا قبل كده اللي هو بينام هو قاعد، يعني احنا قبل كده كنا بنحاول في ان احنا نجيب له مثلا بطانيه او حاجه، بيقول لنا مفيش مكان اصلا. بيقول لنا في مره ان هما كانوا حاجه و50 واحد في الاوضه، طبعا مفيش شباك في الاوضه ولا في مروحه، كميه الناس كتير جدا، سياسيين وجنائيين شرب سجاير، حاجه مش كويسه خالص. بس كنت بروح اشوفه في بعض الاحيان وكده يعني، كنا بس طبعا لمده دقيقه، ما كانش فيه هناك طبعا، المعامله سيئه جدا، ولدرجه ان انا كنت ما جيت في الاخر، هو نفسه طلب مني، قال لي يعني درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وما عدتش تيجي، لان هم هناك بيتعمدوا اذلالنا، بيتعمدوا. بس طبعا هما ما حدش هيقدر يذلنا ولا حد هيقدر يكسرنا، لان احنا بنطلب حوائجنا بعزه النفس، لان ربنا اللي بيقضيها. هو الموقف اللي قاله لنا يعني ان الجنائيين اللي معاه احترموه جدا، ولا ما راح هناك لقى واحد يعني من اللي هما كبير يعني البلطجيه والجنائيين، هو كان عامل له عمليه وهو عرفه يعني، وهما بيحترموه، وان هما الجنائيين اصلا بداوا يصلوا، وهم نفسهم مش بيخلوهم ياكلوا معاهم او يقعدوا معاهم، عشان هم بيقعدوا كلهم مع بعض السياسيين يعني، غير لما الجنائيين يصلوا. هو فضل في قسم اول شهرين، ولسه ما نقول السجن المنصوره العمومي بقاله 3 ايام، حاولنا بقى ندخله العلاجات والكلام ده ما رفضوا. وفي علاقه بقى معايا، بابا كان بيشرح لي، وكان يعني لما كنت في حاجة مش فاهمة برجع لبابا قبل المدرس، فكان هو بيفهمها لي، وكان بيفهمني كل حاجة أنا عايزها، وكان بيساعدني في مذاكرتي، وبيبقى السبب اللي أنا أطلع الأول. والله أنا الجانب ده طبعا، هو الدكتور بالنسبة لنا كان كل حاجة، كان هو عمود بيتنا يعني، كان كل حاجة في حياتنا، كان علاقته كويسة جدا بينا، علاقته كويسة جدا بالأولاد، كان هو كل حاجة يعني، كان هو
كان هو الأب والأخ والزوج، وكان إنسان خير جدا بطبعه، كان إنسان حنين جدا، كان إنسان بيعلمنا الحياة، كان معلم لينا في كل حاجة. بس أنا عايزة أقول إن إحنا برضو ماشيين على نهجه، وإن إحنا مش مفتقدين ولا حاجة، بالعكس هو فخر لينا وشرف لينا، وإن إحنا ما زلنا بنتعلم منه، وبيبعت لنا الرسائل من هناك نتعلم منها أكتر وأكتر، وسواء هو جوه أو بره فهو برضو كل حاجة. في موقف حصل اول يوم خالص، اول يوم عرض اللي هو تاني يوم الاعتقال، واحنا واقفين عند النيابه جات لنا واحده جنب هو النيابه جنب المستشفى اللي بابا كان عامل لاخوها فيه عمليه. هي جات لنا طلعت بره بتقول لنا هو فعلا بتدور على الناس يعني اللي واقفه، بتقول لنا انتوا فعلا الدكتور صالح جوه؟ فبنقول لها اه ليه؟ بتقول اصل انا اخويا كان عامل عمليه وكنت لسه عنده دلوقتي، وقالوا لنا ان هو فعلا يعني اعتقل من بيته وكده، هو عنده عرض بره دلوقتي. فقلت لها اه، قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الدكتور صالح ده احسن دكتور، انا اخويا بيلف بقاله 5 سنين عشان يعمل العمليه دي، ما حدش رضى يعملها له غير الدكتور صالح، وبالفعل هو العمليه نجحت وكده. وقعدت تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يعني. وانا عايزه اقول له الناس السنه اللي فاتت كان معايا وطلعت الاول، السنه دي ان شاء الله اطلع الاول عشان اقول اللي ظلموا بابا اللي احنا مش هنتكسر ابدا، لو مهما عملوا فينا او مهما سجنونا اللي احنا مش هنتكسر وهنتفوق وهننجح عشان نبقى علماء زي اللي هما بيسجنوهم دلوقتي، هما دلوقتي بيسجنوا في الشرفاء والعلماء. هو بابا دايما يعني بيوصيني على حفظ القرآن يعني، هو كان لي دور كبير ان انا حفظت القرآن وانا في اعدادي، هو من جوه السجن من جوه الاسم يعني بيقول لي ان انا افضل اركز يعني في القرآن، وان انا اذاكر يعني واجتهد، وكان لي دور كبير طبعا في ان انا جبت مجموع كبير في الثانويه عامه وكده ودخلت اولى، وكان نفسه يبقى معايا وكان نفسه ان هو يساعدني وكده، بس هو بيقعد يقول لي ان انا اذاكر واجتهد علشان ارفع راسه اكتر واكتر. يعني انا عايزه اقول بس ان الجامعه ملهاش اي دور في اللي بيحصل دلوقتي للدكتور، ومقصره تقصير باين في يعني في حق استاذ من اساتذتها تم اعتقاله، ما عملتلوش اي حاجه، بل بالعكس لما بنطلب من المستشفى اي ورق بنطلب منهم اي ورق بيبخلوا علينا بيه. بالنسبه لظلموا والدي وسجنوه، ان هو احنا موعدنا ان شاء الله قدام ربنا يعني، وربنا عدل، وعمره ما الظلم هيفضل على طول، لان عمر الظلم ما بيقوم دوله، ولا عمر الظلم هيفضل على طول، ويوم القيامه هنقتص منكم واحد واحد. وانا بس عاوز اوجه بس رساله لبابا، صبرا ابي في السجن وليس بعاري، ان السجون صوامع الابرار، لم يسجنوك لاجل جرم جئته، لكن ارادوا ذله الاحرار. واحب برضو ابعت رساله اللي ظلم والدي، يعني اقول له ان احنا ان شاء الله ربنا هينتقم لنا، فالله المنتقم والله هو الجبار. اولا انا عايزه اقول لبابا يعني ان هو كان كل حاجه في حياتي يعني، انا كان هو اللي علمني، من كان بيذاكر معايا من وانا في ابتدائي، من وانا في اعدادي وفي ثانوي، وهو اللي يعني كان بيحل اي مشكله كان هو بيحلها، حتى احنا كنا مسمينه في البيت هنا حمامه السلام، كان هو بيحل لي اي مشكله انا عايزاها وكده. عايزه اقول برضو ان احنا مهما برضو حصل او مهما حصلت ظروف، احنا برضو ما زلنا مفتخرين بيه، وما زلت حاطه يعني بابا قدام عيني في كل حاجه، وان هو روحه بتمشي معايا يعني في كل حاجه في حياتي وبس، وهي دي سنه الانبياء وسنه المصلحين. وسيدنا يوسف دخل السجن برضه، وهو ربنا ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. وعايزه اقول لبابا، يا جنود الله صبرا، ان بعد العسر يسرا، لا تظنوا السجن قهرا، رب سجن قاد نصرا، فاستعدوا سوف يعلو، صوتكم الله اكبر، صوتكم الله اكبر. وعايزه اقول له ما يهمكوش السجن والزنازين، لسه الامل موجود اليوم الدين.